لا شعوذة ولا شغل دجل، ما تاخدش دايما بالظبط، ده تراث وفن وله جمهور، احضر وشوف عرض مزاهر. فرقة بتحيي تراث الزار برئاسة الست مديح، ياما الدراما حكت عنهم بطريقة ما كانتش صحيحة. الدكتور أحمد جمعه وبقى مكان هو مكانهم، رفع إيديه وشجعهم، بقى سعد زغلول عنوانه. بتشكر لكم على الانبساط والانشكاح والسعادة اللي خليتوا الناس كلها فيها. شكرا جدا يعني على الفن والتراث شكرا لله صح. والقيمة كده انبسطت والله العظيم جدا 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 جدا. الحمد لله. دايما عايزة اتعرف عليكم بقى واحد واحد. حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي مديحة ام سامح. مديحة، ست مديحة أم سامح. اه رئيسة زار مزاهر. رئيسة زار مزاهر. اه حلو الاسم قوي. اه جاي من فين؟ جاي ان احنا زاير عندنا كل بيجونا دول زوار. ها كل دول زوار وبيسمعونا. اه من كل بقى من فن مزيكة الزار. من كل حتة بالظبط كده. اتعلمتي كده. بس انا هتكلم معاكي بعدين، هتعرف عليهم الاول. اسم حضرتك ايه؟ محمد ابو السعود. محمد ابو السعود. وانت يا حاج محمد الاله بتاعتك هي الكوله بس؟ اه كوله. هو ده بس؟ اه دي ولا عندك مثلا الات نفخ ثانيه ممكن لا 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 هي كوله على طول ده. وليه اثنين؟ لا هما ثلاثه واربعه وخمسه وكتير. في العلبه تطلع اللي لا مش اللي هطلع على حسب الاصوات اللي قدامي. كل كوله من دول بتعمل صوت ليها صوت على حسب النبره بتاعت اللي بيغني قدامي. انت تنقيها في ساعتها؟ لا ما نقاهاش، هو لو حافظ هيقول لي قول كذا من كذا، مش حافظ هيقول لي انا طب اللي شغلني حرام شغلني. ها وحضرتك ام حسن صح؟ ايوه. وانت اتعلمتي ده من فين يا ست ام حسن؟ ده بقى تبع ابويا وامي وجدودي واخواتي كلهم كانوا غاويين في فن الزار. غويته بالنوم. من النوم؟ اه اطلع من المدرسه اعرف هم فين اروح لهم. انت قولي لي يا عزه عشان ست حسن مش سامعاني كويس. هي والدتي طبعا. انا اسمي عزه محمد. ودي والدتي ام حسن. انا لسه مستجده في لسه في فن الزار جديده. بس طبعا عايشه فيه من زمان. اتعلمتي من مين يا ست ام حسن؟ انت اتعلمتي فن الزار ده من مين؟ من اهلي. والدتك ولا والدك؟ والدي ابويا كان سنجة زي عم إمام كده. سنجة؟ هتعرفني ده ايه؟ عم إمام دلوقتي. ووالدتي كانت رئيسة وشيخة. رئيسة وشيخة. وحضرتك اسمك ايه؟ أنا صباح. أنت صباح؟ صباح والدلع الشحرورة. شحرورة. صوتك حلو يا صباح؟ أنت سمعتيه؟ سمعتك جميل. شفتك بتلعبي. ومندمجة وسعيدة. هو ده اللي أنا اتعودت عليه من صغرنا فيه. بس ما حدش من عيالك بيحبه؟ لا ما عنديش عيل حبه ابدا. ما حدش من العيال حبه؟ يعني من كل عيالكم ما حدش حبه الا عزه؟ وانت يا عم امام؟ نعم. انت الاله دي انا اول مره اشوفها في حياتي. اصلها ايه؟ اصلها افريقي؟ اصلها من الحبش. اصلها حبش؟ اصلها من الحبش. وانت اتعلمتها ازاي؟ من والدي الله يرحمه. بس انت صوتك جميل. ربنا يخليك. قوي قوي قوي. واللون ده بصراحه انا اللي هو فيه ذكر مع زار اول مره اسمعه. التوليفه دي معاك انتوا في الفرقه دي؟ يعني سمعت مزيكا الزار قبل كده وسمعت مزيكا لوحدها زي بتاعه حضرتك وزي بتاعه عم امام قبل كده، لكن التوليفه دي ما سمعتهاش قبل كده. وشكلكم كلكم متناغمين جدا. أيوة مع بعض. هما بتبقى لكم كام سنه مع بعض؟ كتير. عمر 30 ولا 40 ولا بتشوفوا مين اللي بيدي القول؟ مين اللي بيقول؟ بتحسوا مين اللي بيدي لبعض انه دلوقتي هنقول الحاجه الفلانيه؟
ولا كلكم بتلمحوا بعض؟ لا لا عارفين لا. اول ما اقول انا اولى اولى او كوبليه لتسليم يعني مثلا لو نفترض ان رئيسه المسامح شغال ليها تسليم. فرجوني ازاي بتعملوا ده، يعني ازاي هي بتبتدي تشوفوا منها ايه تعملوا ايه؟ ده اداكي الالو يا قمر وليتي تختشي يا لا من هوا ده هوانا وانت على العباد تنور وداريا يا يعني يعني مبسوطة جدا انكم تقعدتوا معانا واتشرفت بيكم واتشرفت بمعرفتكم. دخل الزار مصر من قرون بعيدة عن طريق أثيوبيا والسودان، لكنه انتشر في ربوع شمال أفريقيا كطقس قديم جداً ارتبط بنوع من العلاج أو طرد اللي كانوا بيفتكروه أرواح شرير. ثم بدأ الشغوفين بالتراث يقدموا نسخة محدثة من الزار اللي فيها بعض الأناشيد الصوفية. الفرق اللي بتقدم أعمالها المستوحاة من فنون الزار مش فرق غنائية بالمعنى التقليدي، لأن أفرادها في الأصل زمان كانوا من اللي بينظموا جلسات الزار، لكن بعد تطويعها علشان تناسب أجواء العرض الجماهيري. بيعتمد الزار الحبشي اللي انتشر في القاهرة والأسكندرية على آلة الطنبورة، وهي آلة وترية شبه القيثار، لكن النوع الثاني من الزار بيستخدموا فيه الدف أو المزهر. وفي زار أبو الغيط بخلفيته الصوفية المعروفة بيكون الاعتماد الأساسي على آلة الكولة اللي بتشبه النار. مديحة، نعم. انت بتقولي قول الزار دي ودقة الزار وكل الحاجات دي من وانت عندك قد ايه؟ من وانا عمري 13 سنة. 13؟ اه. ايه اللي حببك فيه؟ حببني فيها لاني امي كانت بتشتغلها. امك كانت بتشتغل؟ انا حبيتها وحبيتها بقتش يعني ستك كمان ولا امك لا بس؟ لا امي بس. غاوية زار وبتحب المغنى لأن هي كانت ساكنة امها كانت ساكنة ببيت ناس بيعملوا زار. اصلا؟ هي كانت عيلتك من فين؟ أمك منين؟ أبوك منين؟ أنا أمي من السودان. سودانية. أمك سودانية أصلاً؟ أصلاً بس سودانية. بس اتجوزت راجل مصري عاشت اتجوزت يعني. مصري من الصعيد من جنة. صعيدي؟ اه. واتولدتي أنت في قنا يعني اتولدتي؟ لا اتولدت في مصر. في القاهرة؟ مواليد القاهرة. قولي لي من غير غنى، قولي لي كلام كده دور، كلام، لأن وأنت بتغني مش الكلام مش دايماً مفهوم. بقول له يا أسمر وحيلة وبعيونك حيلة فرس أصيلة الباشا يورى بيه. الباشا يورى؟ الباشا يورى بيه. يورى بيه كمان؟ يورى بيه. ده علاجة قوي. وحاجة كمان، حاجة كمان غير يورى بيه. أرض الرسول فين ينزلوني عليه
خاطري ازور الزين يا قلبي صل عليه يا سيده زينب يا سيدنا الحسين ده النبي ده غالي ما تصلم عليه على الله وعليه يا فرحكم يا هناكم رايحين تزوروا الزين يا ريت نكون وياكم ونشاهد الحرامين واقول التوبه يا رسول الله يا اكرم عباد الله ده النبي ده غالي ما تصلم عليه على الله وعليه صلى الله عليه وسلم السلام. بس ده حاسه انه زي المدح مش قريب من الزار اللي انا فاكراه الزار ده مدحي برضو بس ده مدحي برضو مش في الزار الدقه دي ده زار مصري ولا دي دقه سوداني ولا لا ده الزار المصري ده زار مصري اللي كان في الحاره زمان في الحاره وفي البيوت تعملوا الناس عشان تطلع عن نفسها الطاقه بتاعتها عن نفسها. مش نصب ولا عفاريت ولا الكلام ده كلام لا ولا الحاجات اللي بيعملوها في السيم ده في السيم عشان تعملي والله يا بنتي بروباجندا كده لا ما بيحصلش لانك انت عامله في بيتك ترتاحي تطلعي اللي جواكي بيقولوا على انت الاله اللي بتحبيها انت اللي هي المظاهر المظهر لان انا الريسه ببقى واقفه هو يعني في واحد بتبقي واقفه يعني عشان انا بشتغل بيه ده لكن انا في العموم انا بشتغل على جميع الالات بتاعتي بتعرفي ايه الطبلة والمظهر والحانة والصاجات ما عدا الكولة مختلفة مختلفة طب أنا عايزة أشوفك دلوقتي التركيز كله يبقى عليكي قولي لي لو بتعملي زي المزيكا المودرن مثلا سولو يعني أنت بس وتعرفي تعملي إيه أكتر حاجة تشد الناس ست مديحة قد كده الدقة احنا مش متعودين عليها يعني ما هياش دقة الطبلة العادية البلدي اللي انت متعودة عليها ده كده دقة مختلفة تمام فن مختلف تماما في ارتام كتيرة بتفرحي لما تسافروا بره والناس تبص لكم كده على انكم احلى تمثيل لمصر طبعا دي حاجة بترفع من الروح المعنوية وبترفع من روح اهل اللي توفوا والعالم كله اللي توفى بتوع الزار بتوع الزار كان عدد جامد كل دول اتوفوا ما وصلوش للي احنا وصلنا له ده فحاجة دي بتاعت ربنا برضو اكننا برضو بنمجدهم بتوع الزار القدام يعني اذا ده كانه سلسال كده سلسال وهنا اخره بس لازم المغربي. بس ما هو استاذ احمد يشكر جدا لا ده عمل معانا حاجات كتيرة احنا كنا بقى ما حدش يعرفنا في شيء عارف ان احنا شعوذة وبتاع ومش عارف ايه لكن لا هو جابنا هنا احنا اللي بيجي يسمعنا بس فن بيجي يسمعنا وبيبقى معانا بروحه وزي ما انت قلتي ان الدقه ان القول زاد لما ابتدوا يبقى بس للسميعه القول زاد وحفظوه انا عندي جمهور حفظ يقول لي انا عايز اسمع كذا يعني عايز اسمع ده النهارده الاغنيه دي النهارده من الاستقرار يعني عليا حفظوا الكلام ما حدش فيكم كتب الكلام ده خالص تفتكري لا طبعا احنا ما انا الدكتور احمد بقى هو اللي اتولى الحاجات دي كتبها يمكن دكتور كتبها. احمد كتب وما اساله اكيد طب انا هستاذنك واروح اتكلم شويه مع استاذ احمد اعرف هو عمل ايه ومع فرقتكم وعنده كذا فرقه تانية من اللي برضه القول بتاعه الطراز القديم برضه كله أيوه. عنده كله يا رب يكون هو غاوي القديم اصلا جميل ما باين قوي من المكان هروح اقابله وارجع دكتور احمد المغربي حضرتك صاحب ومؤسس وصاحب فكره المكان اللي انا فيه ده صحيح ولا بيقوله. اكتر من كده بيقولوا طيب مبدئيا انا عايزه بس اتشكر لك الله يخليك وحياه ربنا انا بس عايزه اقول لك شكرا وميرسي مش عشان استضافتنا بس عشان المشروع الجميل اللي انا شفته النهارده احياء التراث بتاع فريق الزار إحياء تراث بتاع فرق تانية حضرتك هتتكلم عليها المشروع ده احنا المفروض نشكر أصحاب المشروع الأصليين حفظة التراث
اللي هم اهم حاجه المفروض نحافظ عليها في مصر ونشكرهم ونعمل لهم تماثيل ونبجلهم وكل حاجه. ليه؟ القيمه التميز. حضرتك بتحتضن كام فن؟ كام فريق وانواعهم ايه؟ بصوا مبدئيا احنا يعني كان اهم دور بنحاول ان احنا نساهم فيه هو تسجيل وتوثيق المأثور الشعبي الموسيقي والغنائي المصري وخاصه المهدد بالضياع. فلفينا مصر كلها فريق العمل بتاع مكان من اولها لاخرها، من اسكندريه لاسوان، الصحراء. معلش حضرتك الباك جراوند بتاعك ايه؟ يعني التعليمي ايه؟ انا اصلا اصلا ماليش علاقه بالموسيقى خالص، انا اصلا كنت استاذ جامعه في كليه الالسن قسم اللغه الايطاليه. ممتاز. واشتغلت في الترجمه كتير جدا، وانتدبت في الخارجيه لحد سنه 2002 كملحق ثقافي في سفارتنا في باريس. بس انا لاحظت النهارده ان كان اجانب كتير قوي قوي قوي. اشمعنى النهارده؟ يمكن رمضان المصريين بيبقوا لسه خاصه مش في الوقت بتاع بس عاده في مصريين كتير. طبعا طبعا، ومن الاطفال الرضع، واحنا مكان من اللي بيقبل وبيصر الاطفال تيجي طبعا ويدخلوا بالمجان لحد 14 سنه، فبندور على جيل جديد يجي يدير هذه المنظومة ويستمر فيها. يا ريت. اكيد. والله يا دكتور احمد انا فرحانة جدا 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 بالحديث النهارده. والمرة الجاية نتكلم عن التجديد وتشوفوا على اليوتيوب ايه الافكار اللي احنا بنشتغل عليها، ازاي الاجانب بيتفاعلوا مع الفرق دي. ربنا يديلك طول العمر والصحة وتشهد مشروعك ده وتكمله وتسلمه لناس تانية ويستمر ويستمر. يا رب. يا رب يا رب. ميرسي يا دكتور احمد. اشكرك جدا 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 واشكر فريق العمل كله، اشكركم يا جماعة. رجعت لك تاني. اهلا وسهلا. انتي عشتي هنا على فكره، انا هقعد افكر فيكي كتير جدا جدا. والله؟ والله والله العظيم بحب انا اللي عنده شغف كده بحاجه وغاوي حاجه وحبه في حاجه. احنا بقى زي ما انتي عشتي في دماغي كده، عشان ما تنسينيش عندنا فنانه اسمها ساره زميلتنا ترسم دايما صوره للابطال الحلقه. هات يا ساره الصوره الجميله. وانت تتنسي يا حبيبتي. لا قلبي. يمكن تنسين. لا ما اقدرش. ميرسي يا ساره. ميرسي يا ساره. ما شاء الله تسلم ايدك يا ساره. فنانه صحيح. صحيح. ما شاء الله. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. الصورة. شكرا يا ساره. كلها عظمه. دي انت اللي ملكة عظمة مصر. على عظمه. ومن غير حاجه بقى انت تجيني. هجيلك. مش لازم عشان التصوير تجيني من غير تصوير. عايزه اسمع. تعالي بقى اسمعي بقى. انا بنجذب. انا خلاص يعني. اتفقنا. باي باي يا قمر. باي باي يا حبيبي. الله الله. حي حي. اتأكد ان الخير اهو جاي. مهما الليل طول صدقني الشمس هترجع بتضي. الروح سر الله في ملكوته والبني ادم ملهوش زي. خلي يقينك بالله دايم اللي بيحصل خير مش شر. لو فكرت هتفضل عايم آمن وانت تلاقي البر. في الدنيا تجارب بتعلم على قد ما قلبك يتألم. قول بس انت يا رب وسلم سبحانه مجيب المضطر.